بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة المرحلة الرابعة القسم المدني. هذه المحاضرة ستكون حول حساب قابلية التحمل للتربة أو الكيو ألتيميت بطريقة فيزيج. فيزيج في عام 1975 اقترح معادلة لحساب قابلية التحمل للتربة. سابقا تم دراسة طريقة ترزاقي وطريقة سكيمتون. فيزيج أخذ بنظر الاعتبار عدة عوامل لحساب قابلية التحمل للأسس السطحية أو الأسس الضحلة. العوامل هي شكل الأساس، عمق الأساس، ميلان الحمل المسلط على الأساس، بالإضافة إلى ميلان قاعدة الأساس وميلان سطح التربة المجاورة للأساس. المعادلة العامة لفيزيج تكون بالصيغة التالية، والمعادلة الخاصة في حالة زاوية الاحتكاك الداخلي أو فاي تساوي صفر، وتكون بالصيغة كما ترونه هنا. بصورة عامة أو المعادلة العامة تتكون من 3 حدود: الحد الأول والحد الثاني والثالث. الحد الأول يحتوي على سي أو الكوهيجين، الحد الثاني يحتوي على كيو وهي جاما في دي، والحد الثالث يحتوي على نصف جاما في البي. البي هي عرض الأساس والدي هنا هي عمق الأساس. أما باقي العوامل فهي لحساب هذه التأثيرات المذكورة سابقا، حيث قيم أن الموزعة على الحدود الثلاثة تمثل البيرنج كاباسيتي فاكتورز، أما قيم S فهي تمثل الشيب فاكتورز، قيم D تمثل الديبث فاكتورز، وقيم I تمثل لود انكلينيشن فاكتورز، وقيم B تمثل البيز فاكتورز، وقيم G تمثل الجراوند فاكتورز. سنتعرف على حساب هذه القيم المختلفة والمعاملات المختلفة لاحقا. نلاحظ هنا في الحالة الخاصة أو المعادلة الخاصة لفيزيج في حالة فاي تساوي صفر أنه الرموز أو المعاملات تحتوي على الإشارة داش. الجداول اللاحقة جدول رقم 2 يحسب قيم N بالاعتماد على زاوية الاحتكاك الداخلي أو فاي. أما جدول رقم 3 فيعطينا طريقة حساب باقي العوامل. سؤال: هل يتم حساب كل هذه العوامل في كل المسائل المطلوبة؟ الجواب لا، يجب على الطالب تشخيص المسألة قبل القيام بالحسابات، حيث أن بعض هذه العوامل قد لا تحسب أو لا تدخل أو ليس لها تأثير في قابلية التحمل العظمى للتربة. هنا نرى جدول رقم 2 وهو مشابه لجدول المقدم من قبل ترزاقي، حيث يعطينا قيم قابلية التحمل للتربة أو البيرنج كاباسيتي فاكتورز الان، قيم ان بالاعتماد على فاي أو زاوية الاحتكاك الداخلي. طبعا كما تعلمتم سابقا، إذا كانت قيمة فاي غير موجودة بصورة مباشرة في الجدول فيتم عمل interpolation لإيجاد قيم N الأعمدة الثلاثة الأولى. العمود الخامس في الجدول والسادس نحتاجه في table رقم 3، قد يساعدنا في تسهيل الحسابات وسرعة إجراء حسابات. الجدول الثالث يتضمن 5 حقول، كل حقل يقوم بحساب عامل من العوامل المؤثرة للمسألة. في المربع الأول أو في الجدول الأول الشيب فاكتورز، الشيب فاكتورز هنالك حالتين كما تطرقنا سابقا. الحالة الأولى أنه فاي تساوي صفر، فيكون نحتاج لحساب فقط S sub C داش بالاعتماد على B و L وهم عرض وطول الأساس.
أما في حالة فاي لا تساوي صفر فنستخدم المعادلة العامة لفيزج ونحتاج لحساب القيم الثلاثة أو قيم S الثلاثة لإدخالها على الحدود الثلاثة للمعادلة العامة. قيمة S sub C تحسب بالاعتماد على عرض الأساس وطول الأساس و NQ و N sub C، وهذه NQ تقسيم N sub C موجودة في العمود الخامس في الجدول رقم 2 موجودة بصورة مباشرة. الاس كيو تعتمد على عرض الأساس، طول الأساس وفاي أي زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة. الاس جاما تعتمد فقط على عرض وطول الأساس، ويتم حسابها ووضعها ووضع قيم هذه أو قيم اس في المعادلة العامة. المعامل الثاني وهو depth factors بنفس الطريقة، أما نحتاج فقط d sub c dash في حالة phi تساوي صفر وهو يعتمد فقط على k، أو نحتاج لحساب ثلاثة عوامل هي ال d sub c وال d sub q وال d sub gamma كما في المعادلات، وهي تعتمد على k و phi. قيمة k في المعادلات أعلى تكون عن طريق حساب قيمة عمق الأساس على عرض الأساس أو D تقسيم B. في حالة العمق على عرض الأساس أصغر أو يساوي واحد، أما في حالة أكبر من واحد فنستخدم المعادلة كما ترون أمامكم في المعادلة الأخيرة في الجدول. نلاحظ هنا قيمة D sub Q هنالك 2 tan phi إلى آخر المعادلة، هذا المقدار موجود في الحقل السادس أو الحقل الأخير في الجدول رقم 2، ونستطيع أن نأخذ الرقم مباشرة ونضعه هنا مضروبا في K زائد 1 لحساب قيمة D sub Q، ولا نحتاج لحساب كل هذه التفاصيل الموجودة في المعادلة. نأتي هنا إلى تأثير ميلان الحمل على أو الحمل المسلط على الأساس كما في الشكل الأدنى، حيث إذا كان الحمل عمودي مباشرة على الأساس فلا نحتاج لحساب كل هذه المعاملات ونستطيع أن نهمل تأثيرها. أما في حالة أن الحمل المسلط يميل بزاوية معينة على الأساس فيحتاج إلى حساب العوامل المؤثرة على قابلية التحمل الأضمى للتربة، وتكون أيضا على حالتين. في حالة فاي تساوي صفر نحتاج فقط لحساب I sub C dash بالصيغة التالية. هذه المعادلة تحتوي على الرموز التالية، تحتوي على الرمز MI. MI يتم حسابه من هذه المعادلة ويكون بحالتين، MI يساوي MB ويحسب بالاعتماد على عرض وطول الأساس، و MI يساوي ML ويحسب أيضا بهذه المعادلة بالاعتماد على طول وعرض الأساس. الاختلاف هنا يجب تحديد اتجاه ميلان الحمل إذا كان موازيا لعرض الأساس أو الطول القصير للأساس فيتم اعتماد المعادلة الأولى، أما إذا كان الميلان موازيا لطول الأساس أو الاتجاه الطويل للأساس فيتم اعتماد المعادلة الثانية لحساب MI وتوضع قيمتها في المعادلة أعلى. HI هي المركبة الأفقية للحمل المائل. الحمل المائل يتحلل إلى مركبتين، مركبة عمودية ومركبة أفقية. المركبة الأفقية تكون قيمة الحمل في ساين زاوية الميلان وتحسب وتوضع في هذه المعادلة. AF هي الـ effective area of the footing أو مساحة الأساس الفعالة.
CA هي الأدهيجن أو التلاصق ما بين مادة الأساس والتربة التحتية. فإذا كان مادة الأساس مصنوعة من الكونكريت فهي التلاصق ما بين الكونكريت والتربة. N sub C يتم أخذها من جدول رقم 2 بالاعتماد على فاي. أما في حالة فاي لا تساوي صفر فيجب حساب القيم الثلاثة لـ I وتوزيعها على الحدود الثلاثة لمعادلة فيزيج، حيث قيمة IC تعتمد على IQ والNQ. IQ يحسب من المعادلة التالية وNQ تأخذ من جدول رقم 2. IQ يحسب باعتماد على المعادلة التالية، حيث تعرفنا على قيمة HI المركبة الأفقية، وMI يحسب من المعادلات أما MB أو ML، والV هي المركبة العمودية للحمل المائل وهي قيمة الحمل في كوساين زاوية الميلان. AF والC sub A والفاي تعرفنا عليها سابقا. بنفس الطريقة يحسب قيمة I gamma مع اختلاف MI plus 1 لأس المعادلة الكلية، وأيضا MI يؤخذ أما MB أو ML بالاعتماد على اتجاه ميلان الحمل المسلط. في حالة كون الحمل المسلط مائل باتجاهين، بالاتجاه الطولي وبالاتجاه العرضي، فتحسب MI بالمعادلة أدناه أسفل الجدول، وتوضع لتأخذ بنظر الاعتبار تأثير الاتجاهين. الجزء الخامس أو الرابع في معادلة فيزيج يتكون من الجراوند فاكتورز. الجراوند فاكتورز تكون نفس الطريقة السابقة بحالتين، أما نحتاج فقط جي سب سي داش في حالة فاي تساوي صفر، ويعتمد هذا على قيمة بيتا. بيتا كما ترون في الشكل الأدنى هي زاوية ميلان سطح التربة، ويجب الانتباه هنا أن هذه القيمة توضع بالراديانس وليس بالدجري. باقي المعاملات في حالة فاي لا تساوي صفر نحتاج فقط إلى معادلتين، جي سي تكون بالاعتماد على آي كيو التي تم حسابها من الجدول السابق، وفاي، والمعاملات الأخرى تعتمد على قيمة بيتا. هنا قيمة بيتا تبقى بالدجري لأنها مسبوقة بتان أو زاوية مثلثية. المعامل الأخير الداخل في حساب قابلية التحمل بطريقة فيزيج هو البيس فاكتور، وهو ميلان قاعدة الأساس كما ترون في الشكل الأدنى إيتا. إيتا تكون هي زاوية ميلان قاعدة الأساس، والمعاملات الخاصة بها تكون أما نحتاج فقط ب سب سي داش وتساوي جي سب سي داش المحسوبة من الجدول السابق، وأما في حالة المعادلة العامة بي سب سي نحتاج لحسابها قيمة بيتا، هنا بيتا أيضا بالراديانز، وقيمة فاي بالدجري. المعاملات الأخيرة هي بي كيو وبي جاما تعتمد على قيمة إيتا، إيتا هنا بالراديانز وفاي هنا بالدجري. نقوم بحساب جميع هذه المعاملات ووضعها في المعادلة العامة وحساب المعادلة العامة لمعرفة قيمة قابلية التحمل العظمى للتربة، وبتقسيم هذه القيمة أو الكيو ألتيميت نقسمها على الفاكتور أوف سيفتي المناسب نحصل على الكيو اللاوبل. كما ذكرنا سابقا لا نحتاج في كل المسائل لحساب هذه العوامل، مثلا إذا كان الحمل المسلط عمودي لا نحتاج لحساب قيم I، وإذا كان سطح التربة مستوي ولا يوجد فيه ميلان
أو لا يوجد قيمة لبيتها، فلا نحتاج لحساب قيم جي. وبنفس الطريقة إذا كانت القاعدة مستوية ولا يوجد فيها ميلان، فلا نحتاج لحساب قيم بي. ويجب على الطالب أن ينتبه لظروف المسألة المراد حساب قابلية التحمل لها، لاختيار العوامل المؤثرة في قابلية التحمل للتربة.